كابتن حسام بدري بيختار 19 لاعب لمباراه وادي دجله في حراس المرمى شريف اكرامي وعلي لطفي، في الدفاع محمد هاني وسعد سمير وايمن اشرف وصبري الرحيل وباسم علي ومحمود الجزار، في الوسط عمرو السوليه هشام محمد واحمد حمدي وميدو جابر وجونيور اجايي وحسام غالي واسلام محارب وليد سليمان محمد شريف، وفي الهجوم وليد ازارو النجم العائد معاه مروان محسن نجم الاهلي ونجم منتخب مصر. ايضا الكابتن حسام بدري عقد محاضره فنيه قبل المران. كابتن حسام بدري المدير الفني للنادي الاهلي عقد محاضره فنيه بالفيديو للاعبين كالعاده. كابتن حسام معود اللعيبه ان هو يقعد معاهم قبل اي مران، قبل المباراه اللي هيلعبوها، وبيعرفهم بالفيديو اي فريق هيلعبوه، دجله الاسماعيلي الزمالك ايا كان هو مين، بيقعد بالفيديو يقول لهم نقاط الضعف ونقاط القوه ومن فين هنلعب ومن فين هنخترق ومن فين هنقف ومن فين هندافع، واهم اللعيبه عندهم واهم مفاتيح اللعيبه عند الفرق المنافسه واهم مفاتيح اللعيبه عند النادي الاهلي. بيتكلم بصفه عامه في اللقاء قبل ما يتكلم في المحاضره الفنيه قبل المباراه مباشره. عشان كده طيب ناخد نجمنا محمد سعيد مراسلنا قناه النادي الاهلي. محمد سعيد اهلا بيك. اهلا بيك كابتن ميدو، وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي. انت مجهد من التمرين ولا ايه؟ الجو حر. لا شكلك باين عليك يا محمد مجهد. يعني الجو حر، وحتى المواعيد التدريبات خلاص ابتدت يعني بتتغير ميعادها. الاول كانت 3:30 4، النهارده كان التمرين بدا 5. الصيف داخل بدري قوي يا كابتن ميدو. يعني الله يكون في عون اللعيبه بقى محمد. الله يكون في عونهم، والجهاز الفني عشان كده ابتدى حتى يحدد مواعيد التدريبات متاخره شويه، يعني حتى بيبقى درجه الحراره الصبح الساعه 9 او 10 تبقى حوالي 23 34 درجه مئويه، فبتاثر كتير على الناحيه البدنيه للعيبه، فالجهاز الفني حتى في المساء بيأخر معاد التمرين لبعد غروب الشمس الساعه 5. طيب تعالى نتكلم بقى في التدريب، الحاله الفنيه للعيبه النهارده، ونتكلم في الفنيات اللي شافها او شفتها النهارده مع الكابتن حسام بدري في قلب الملعب، كانت ايه يا سعيد؟ وطمنا على اللعيبه المصابه، واتكلم يعني بصفه عامه عن التدريب من وجهه نظرك. اولا يمكن التدريب النهارده ليله المباراه فتمرين خفيف، يعني الناحيه البدنيه فيه كانت خفيفه شويه، يمكن التمرين كله بالنواحي الفنيه والتخصصيه اللي شهدت بيها المران ما استمرش اكثر من حوالي ساعه ساعه و10 دقائق. تمام. المران البدني كان الجزء الاول من المران، ويمكن استغرق حوالي 25 ل 30 دقيقه، واشتغل على فقرات كثيره من الناحيه البدنيه، ما كانش جري حول الملعب بس، لكن كان في بعض تدريبات الاستشفاء الخاصه بجري اللعيبه، خاصه المجموعه الاساسيه. يمكن الجهاز الفني بيتعامل مع الفريق بنواحي بدنيه مختلفه، لان في مجموعه بتبقى اساسيه، في مجموعه تبقى بعيد عن المشاركه في المباريات، فبالتالي بيظبط معدلات اللياقه البدنيه، وده من خلال دكتور انيس الشعلاني وكابتن محمد ابو العيله. تمام. بعدها كان في مران فني، المران الفني كان في كل اللعيبه شاركت فيه ما عدا المصابين، والمصابين صلاح محسن وعلي معلول، لكن حسام عاشور اجهاد خفيف جري حول الملعب، كان لوحده تدريب منفرد. كان في برضه تدريب خفيف لمحمد نجيب، لكن داخل طاله الجيم، نجيب ما نزلش النهارده ارض الملعب خالص. عنده اجهاد عام. عنده اجهاد عام، فالجهاز الفني فضل راحته في المباريات خلال الفتره الحاليه. تمام. بدءا من مباراه دجله باذن الله اللي هي القادمه، حتى هو مش في قائمه المباراه. تمام. لكن بخلاف ذلك كل اللعيبه كانت موجوده في التمرين، حتى اللي يعني لم يحالفهم الحظ في الانضمام لقائمه مباراه الغد، كل كان موجود، ده احمد حمودي، احمد فتحي، محمد الشناوي، حتى اللي خارج قائمه مباراه الغد كان في تدريب ليه خاص مع الكابتن طارق سليمان مدرب الحراس. لكن النهارده يعني انا شفت في التمرين مثلا مجموعه كبيره جدا ما بين ميكس، يعني عدد من اللاعبين، مثلا لو لقيت مروان محسن مع وليد ازارو، على الجهه المقابله بتشوف اجاي مع احمد ياسر ريان، فكابتن حسام بيعمل ميكس في التشكيله الاساسيه او تشكيله البدلاء اللي بتبقى فيها مران جماعي في التقسيمه الفنيه، وبتبقى مساحه الملعب بعد نص الملعب حتى الجزء الاخير من الملعب بتبقى مساحه ضيقه باكثر عدد من اللاعبين، عشان بيدي فرصه يكون في سرعات ويكون في اداء سريع في التمرير والتسديد، ويكون في مران حماسي للاعبين في الجزء الاخير من المران. تمام. الجزء التخصصي يا كابتن ميدو اللي ختم بيه التمرين كان جزء عباره عن تسديد على المرمى من مسافات بعيده، يعني النهارده ما كانش فيه كرات ثابته فقط، لكن كان تسديد على المرمى من مسافات بعيده، ويمكن اكثر من لاعب، يعني انا شفت حوالي من 7 إلى 8 لاعبين شاركوا في التسديد على مسافات بعيده خلال التمرين الاخيره، وكان اكتر على شريف اكرامي وكان على علي لطفي، لان التقسيمه الجماعيه بالكامل كان بيشارك فيها شريف اكرامي وعلي لطفي، لكن تمام. محمد الشناوي كان تدريب تخصصي مع الكابتن طارق سليمان. تمام تمام. دي كانت ابرز النقاط اللي شفتها النهارده في تدريبه النادي الاهلي. ابرز النقاط اللي ظهرت في تدريبه النادي الاهلي النهارده في المران الخفيف اللي هو ليله المباراه، لكن في مجموعه الكابتن حسام
يعني ما بين بقى ان هو بيشارك بمجموعه اساسيه وبين ان هو بيريح مجموعه اخرى. يعني مباراه الغد فيها محمد شريف، فيها محمود الجزار، متوقع ان يكون في دفع محمد شريف في مباراه الغد، ان يكون خاصه من فريق دجله وهو احد اللاعبين الفاضلين من فريق دجله. الجهاز الفني فضل انه يريح محمد الشناوي وفضل انه يريح احمد فتحي. برضه في نفس الفكره بيدفع بميدو دياب بشكل اساسي، متوقع يبدا التشكيله الاساسيه غدا في المباراه مع وليد سليمان ومع جونيور انجاييه. وليد ازارو الجهاز الفني فضل ان هو يدخله في المباراه الثانيه بعد ما غاب اخر مباراتين عشان يدخله حصيله المباراه. احنا داخلين على مباريات مهمه كمان بعد مباراه دجله، في مباراه الزمالك، بعد كده في مباراه الكاس، مباراه الافريقيه. فالمباريات الفتره القادمه الجهاز الفني بيتعامل معها بنسبه وتناسب حسب دوافع كل مباراه وكل بطوله، والدافع اكثر للاعبين الجهاز الفني بيحاول يدفع بعدد من اللاعبين وفي نفس الوقت يخلق دوافع عنهم في كل مباراه وكل بطوله حسب مشاركه اي لاعب في هذه البطولات. تمام تمام محمد، يعني شكرا جدا ليك على هذه التغطيه المميزه، وانا هسيبك بقى مش هسالك كتير عشان انت شكلك مجهد فعلا من الحر. شكرا جدا ليك يا محمد. يعني محمد ادانا تفصيله بسرعه كده عن التمرين النهارده وما دار في هذا التمرين واللعيبه اللي كابتن حسام بدري مريحهم.